السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع ديال اليوم غنتكلموا على النوع ديال التليفون أو الهاتف إكس تي إي جي إي، كاين إس 22 إس 23 بحال بحال. إذا فيه الموسيقى، فيه صغيرة، فيه سلوت الإنترنت، فيه باتري، بيل، كارت ميموار. أول تليفون في جوج كارت سيم، في جوج كارت ميموار، في البيل، في الباتري. أول باتري ديالو بدا فيه 10000، البلاصه ديال هاد لاكارت التانية، لاكارت ميموار، ميموار خرج جوج، فيه البيل، وهاد التانية كتشارجي ليه فيه جوج، كاين هدا، كيتشارجي بهدا هو، ولا هدا، هاهو هادشي. بس تصنطت والبولة اللي صباح دي بولة من هنا بالنسبة دي والشارجو ديالو ديالو بحال ديال سامسونج، وعلى حساب اللي جربوه قالوا لي كيشد عندهم تقريبا 22 يوم. ممكن تستعملوا صحاب اللي كيمشيو للبحر، صحاب الكسبة، حتى اللي كيخدمو في هادشي ديال الساتيليت كيركبو لي سوارافو، اللي عندو شي بيكول بالليل غادي يستعملو ديال البولون اللي يخدم البيل من هنا، يعني البيل. اصحاب البلديه اللي ما عندهمش الضو، اللي ما عندهمش الضو في الزنقه ولا سميتو، غيستعملو. وعلى حسب الناس اللي استعملوه قالوا لي مزيان، الثمن في تقريبا في المتناول ديال الجميع، تقريبا نقول لك 300 درهم، على حسب الانواع. كاين 300 درهم، كاين 330، كاين 400 درهم، على حسب الانواع. ما فيهم الانواع حتى هما كاين اللي فيه 18000. ما من موضوع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.